السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا جميعا بخير. ان شاء الله هنشوف صدر الفستان او الكورساج اللي بيبقى عليه بالينات كده خارجية. تعالوا كده نشوف الخطوات. معانا كده الباترون بتاعنا اهو. هنعمل قصة برنسز من الكتف، وهنشوف ازاي بنعملها دلوقتي. باترون الامام هنيجي كده من نص الكتف، وهنعمل خط نوصله بنقطة البنسة في مركز البنسة. زي ما حضراتكم شايفين كده البنسة دي هنلغيها، هنقفلها تماما، وهنفرغ البنسة دي ونفتح الجزء ده. نشوف كده، ده كده هنشقه للآخر خالص. هنشيل البنسة دي، ونقفل دي، نلغيها تماما. هيبقى الباترون بتاعنا بالشكل ده. هنقص بقى القماش على الجزء ده، الامام ده، دي كده على تانية القماش، اما دي هنقص قطعتين. القماش اهو نطبق طبقتين، هنحط الجزء اللي في النص ده كده، وده كده. هنقص دي ونقص اتنين من دي. دي طبعا على تانية القماش، تمام كده. فهقصهم نسيب زيادة خياطة طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. كده قصيت وسبت وسع طبعا علشان الخياطة. الأجزاء دي بقى كلها هنحشيها حشو سرمة. حشو سرمة ده زي الفازلين، تمام كده. دول كده أداة قطعة اللي في النص، ودول القطعتين اللي في الجوانب، تمام كده. هنبدأ دلوقتي نكوي الحشو بتاع السرمة. خلاص حطيت الحشو وهبدأ أقفل. هنقفل الأجزاء دي كلها مع بعضها، تمام. ده كده الشكل بعد ما اتخيطت طبعا، كويتها وفردت الخياطة بتاعتي. الجزء ده يا جماعة لو احنا بنخيطه بقى في الفستان الامامي ده بنعمله بطامة، جزء زيه كده بالظبط. نشوف هنقص الشرايط بتاعت البالينات ازاي. الشرايط هنقصها بالورب كده يا جماعة اهو، ولازم اقصها اكبر من حجم البالينة. بس خلي بالكم ان صدر الفستان المقفول ده بعمل الشرايط دي بعملها كده من فوق الوش، مش لازم احط لها بالينات من جوه زي كده. بس طبعا انا بوريكم، بس لو حابة تحطي بالينة يبقى انا كده بقص القماش اكبر، يعني القماش هو متطبق كده شرايط اكبر من حجم البالينة بحوالي مثلا نص سنتي، يعني نص سنتي فوق نص سنتي تحت، يبقى كده سنتي كامل عشان ما نيجي نخيطها تبقى ايه متظبطة. فانا هقص كده شريط، وبعد كده انا حتى طبعا زي ما حضراتكم شايفين حتى اهو من هنا عشان اقيس عليها، تمام. هنقص كده طبعا. انا هشيلها دلوقتي بس اظبط الشرايط بتاعتي. والشرايط زي ما قلت بالورق، شايفين يعني تقريبا ده بيكون حوالي 3 سنتي. نقيسها كده 3 سنتي، يبقى كل الشرايط هنقصها ايه 3 سنتي، تمام كده. هنقعد بقى كده ممكن بالمسطره نسطر على 3 سنتي، او تقيسي على الشريط نفسه اللي احنا ايه
الصناعه، وزي ما قلت يكون بالورق عشان تعرفي تخيطيه بسهوله. هقص بقى ايه كذا شريط كده، جهز الشرايط. تعالوا نشوف هنركبها ازاي. اول حاجه في نص الفستان كده هطبق، هعمل علامه هنا وعلامه هنا ونسطر. طيب في المسافه بين هنا وهنا هنعمل علامه. يعني دي ممكن نسطرها على طول. خلاص هنعمل هنا علامة. تمام. وهكملها هنا في النص كده. دي هنسطرها على طول بالمسطرة. خط خفيف مش باين، بحاول اتقل عليه اهو. طيب على القصة نفسها هحط واحدة. تمام. هنا هحط واحدة، واحدة تانية. يبقى برضو هنعمل علامة هنا في حركة الجيرو، ومن تحت عشان نسطر يبقى كل الاماكن متظبطة. هبدأ أسطر أماكن البالينات. أنا عملت علامات أهي، هبدأ أسطرها. تمام كده. وطبعا على القصة نفسها هنحط. طيب هنركب ازاي؟ هنجيب الشريط، هنتنيه من النص كده اهو، وهبدأ اخيطه. خلي بالكو انا عايزة الشريط ده يبقى جاي في النص كده بالظبط. تمام. يبقى انا كده هخيطه، هبعد عن الخط حاجة بسيطة خالص، يعني ملي كده او 2 ملي، وهبدأ اخيط الشريط بتاعي كده وانا مطبقاه نصين. يعني هات من الشريط كده مجوز طبقتين اهو، وهبدأ اخيط كده، وبعدين هوريكم لما اقلبه هعمله ازاي. خيطته كده زي ما حضراتكم شايفين، بعد كده هقلبه كده واخيط من الطرف من هنا. تمام. وممكن بعد كده اخيط في الطرف التاني ده كده. لو حابة تحطي البالينة، بتحطي البالينة زي ما قلت، ممكن ادخلها اهي هتدخل. تمام. بس موصلهاش للاخر، لا من هنا ولا من هنا، من الاطراف تكون قصيرة. وطبعا هنخيط بقى كده، والبالينة نفسها لو عندك ولاعة بتولعيها من هنا كده، بتلسوعيها كده عشان ما تخربش. شوفوا بعد كده بتنيها وخيطها من الطرف. بس طبعا كل ده لازم يتكوي، يعني انا هخيط كده من الطرف خالص كده برده اهو. مش عارفه باين في التصوير ولا لا. ونفرد خالص طبعا القماشه واحنا بنخيط، لان القماش اللي هو زي الشرايط اللي انا عاملاها دي مقصوصة بالورد، ففيها مطة ممكن ان هي تروح متشكشة القماش، علشان كده بنشد واحنا بنخيط وفي نفس الوقت هنكبي. لكن انا وانا بخيط الشريط لازم اريحه، ما اشدهوش،
القماش من تحت هو اللي بشده عشان ما يكشكش. خيطت من الطرف ده هبدا اخيط من الطرف الثاني، اديله بنط خياطه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه كده. ده كده بعد ما خلص، يا رب يعجبكم ان شاء الله تنفذوه بكل سهولة. ان شاء الله هنتقابل في موديلات تانية جديدة، انتظروني. بترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.